الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. بنحييكم من أرض البطانة، بطانة الخير، وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة يا أخواننا من المناطق الجم السباق اللي هي محلية البطانة، كل المناطق الجم السباق نحن حنلف عليها وحنلاقي أهلها ونسالمهم ونسألهم. أولى محطاتنا في حلقتنا الليلة ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، بنحييكم من قرية الربدة مع أهلنا الجبوراب في قرى محلية البطانة، محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم مع أهلنا ناس الربدة، أهلنا الجبوراب. نحن سعيدين بكم. أول شيء نتعرف عليكم. حزم مصطفى تفقي محمد تقلي. من الربدة هنا؟ من الربدة، من أمراو. طيب الربدة دي سموها الربدة اللي شنو؟ كان مسكن الروم. الربدة والرو دي كان بلد بيسكنون الروم زمان. يعني في العصور اللي فاتت كان بيسكنون الروم، دي اللي جابت الربدة، سمت عليها الرومية. أيوة. ما يعني معناه بالعربي ما في؟ لا ما في، بس كده ما في. طيب احنا سعيدين نكون معاكم هنا، والمنطقة معروفة منطقة في البطانة وجنبها كمان التنغيب عن الذهب. أيوة التنغيب الأهلي. الأهلي ده لأنه بقوموا بين الناس ساي جدا. أيوة. طيب كلمنا عن الذهب هنا كيف؟ الذهب كويس والله، والله طبعا إنتاج الحمد لله كويس وفي نسبة كويسة. بتعملوا شنو يعني؟ بتنغبوا كيف؟ بنحفر بالبوكلين وبنجيب عمال، بيكون في عيلك بتاع حاجه. الاول ده شنو؟ بنغب البوكلينات، بنحفر بوكلين. ايوه بوكلين ده البوكلين الكات اسمه، كانوا في المحليه ده زي ما انت معك جنبك. اه بابور يعني. ايوه كويس. شفته؟ بنحفر بالبوكلين ده بيطلع، بتطلع عروق، في عروق طبعا في الارض دي. نعم. بعد ذاك العروق بتطلع برا بالردخ، بتيجي الطواحين بتغسل بالزيبق. نعم. الزيبق طبعا بيبوظ الذهب. نعم. والحمد لله شغل كويس ما شاء الله. والشغل ده بتلقوه خام ولا غويشات وسلاسل وكده؟ لا ولا اي حاجه زي ده. حجر حجر. وبالجهاز تعرفوا انه الحجر ده ما بنعرفه بالجهاز، بنعرف حساب متوكل على الله بس. بس طيب الحجر ده تعرفوا فيه ذهب كيف؟ بنعرفه بننسبه. ان تنسيب برا في الصحن عادي يعني ما هنا يكون. نعم. قطع عادي. بعد ذاك هنا بيجي طبعا بتقبض بالزيت بتدقق في الطواحين بتاع الحجر ده. طيب وبغسل بعدها في حيضان بتاعت مويه بيطشاتها، بجيبوا الزيبق بيقبض الذهب. الذهب بعد ذاك بيحرق بيشيلوا الصياغه بيحرقوه بيزوروا. والله ما شاء الله هالليمادي في نقاطة كده من الدم سمحة جدا. إن شاء الله ربنا يزيده. والله إحنا مع الأهل يعني ومع الأهالي والشيء الشعبي اللي بيستفيدوا منه المواطنين ده، ده شيء بينفع لنا جدا والله. هاي طيب إحنا نتواصل معكم نتعرف عليك. إدريس أحمد محمد. إدريس مرحبا بك. من الربدة هنا؟ من الربدة. نعم. برضو يا هو سما كلمة الفارسية والله هي طبعا تنسب كلمة رومانية مستدرجة من الكلمة دي، لكن برضو في الناس بيسموها اسم على شكل المنطقة، شكل القلعة يعني على حسب كلام العامية، يقولوا القلعة الربدة لأنها لون الحجر أبيض. لون أربد. أي نعم. نعم من لون الحجر. أي. طيب وإنتوا شغالين زراعة ولا دهب؟ أنا زراعة ورعي، وجانا الدهب ده طبعا جاء حديث خشيته فوق. أي نعم. والله دي بقى الشغلة صعبة، تتيرب هناك وتحلب هنا وتجري تنقب هنا. نعم حاصل. والحال بسمح شنو؟ الذهب ولا البهاي؟ والله الذهب طبعا غفزة، في غفزة. في غفزة وقروشه. نعم. بيجن سريع. نعم سريع. وما بتعلق له ولا بتيربه ولا بترجى مطرته. نعم. والله إن شاء الله ربنا يزيدكم ويوفر عليكم. نعم. طيب أنا داير أسأل سؤال. أنا عبد الناصر البياخ. أديك سؤال. نحن سؤالنا تمتد ولا تمتد البطانة يا إخواننا في 5 ولايات. منطقة البطانة في 5 ولايات. انت كان تابعت معي الخرطوم والقضارف وكسلة ونهر النيل. ها وكسلة والخرطوم والقضارف ونهر والجزيرة، 5 ولايات. لكن في ولاية أخذت المساحة الأكبر وحتى عندها محلية مسميها باسم البطانة، دي ولاية شنو؟ القضارف. ولاية القضارف. القضارف يعني أكبر مساحة عندكم في القضارف. نعم. ثاني وين عندكم؟ كسلة. امتداد حلفة بياخذ جزء كبير من منطقة البطانة. من البطانة. هاي حلفة امتداد لولاية كسلة. من البطانة. طيب كده ناخذ إجابة نتعرف عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. دفع الله الإمام أحمد المصطفى. دفع الله من الربدهين. أنا حاليا كان مواليد الصفية القديمة، شهادتي بتاعت الميلاد طلعة من الصفية القديمة، جوار الربدة، قريب من الصباء. لكن حسي جاي من حلفة. من حلفة؟ هسه كنت حلفة لكن من مواليد البطانة أصلا. من مواليد البطانة. نعم. طيب يعني إحنا سعيدين بيكم نلاقيكم هنا، قلنا في بتمتد 5 ولايات.
الولاية المخدل الجزء الأكبر ومسميه محلية باسم البطانة دي شنو؟ والله أنا أقول القضارف. القضارف. القضارف نعم. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. عليكم السلام، كرم الله شكير، كرم الله، مواليد الربدة. من مواليد الربدة. شهادة ميلادك منين؟ من الربدة. ما زي صاحبي ده مشى حلفه وين وين ولا المشوار الطويل عليه؟ من الربدة. المشوار طال. طيب الولاية اللي بتاخذ أكبر مساحة في محلية مسمية باسمها باسم البطانة دي شنو؟ القضارف. القضارف. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الناصر التاي حسن عبد الله. عبد الناصر من الربدة؟ من الربدة. ذهب ولا زراعة؟ لا ذهب. ذهب؟ ذهب الحمد لله. الحمد لله. آخر مرة جبت متين؟ والله شغالين ما وقفنا الحمد لله. لا الحمد لله رب. لا آخر كوتة جات متين؟ آخر كوتة قبل يومين. هاي جابت كم؟ ما بنفصل لك. لا لا إن شاء الله ربنا يزيدكم. أنت ما تفصل لي، لكن قول لي ثقيل ولا خفيف؟ الذهب راو، الذهب طبعا بيوزن اصلا ما خفيف. ما خفيف ان شاء الله ربنا يزيد الخير. دي برضه اجابه دبلوماسيه، الذهب ثقيل مو خفيف. طيب نحن سؤالنا، بتمتد البطانه في 5 ولايات، الولايه المخده مساحه اكبر ومسميه محليه باسم البطانه دي شو؟ دي ولايه القضارف طبعا. ولايه القضارف من هنا بعيده؟ والله يعني ما بعيده، يمكن حوالي 3 ساعات ساعتين ونص بالبوكسي بالعربيه. ايوه. طيب نحن ناخذ اجابه، نتمنى لكم التوفيق. مرحبا بكم، متواصلين معاكم نتعرف عليك. محمد ريس احمد محمد. محمد من الربدين؟ ايوه. مواليد الربده؟ لا ما مواليد الربده. اها. 6 عرب جوار حلف الجديده. لكن ساكن هنا. اه. طيب احنا سعيدين نكون معاكم في الربده هنا. ده سؤالنا، ال 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 البطانه في 6 ولايات بتمتد. الولايه المخده المساحه الكبيره وفي 5 ولايات بتمتد. الولايه المخده مساحه اكبر ومسميه محليه باسم البطانه شو؟ القضارف اكيد. القضارف. آه. طيب هنا انت في اتو مجال هنا في اللو. لا انا طالب. طالب؟ ايوه يا يعني طالب. طالب ذهب ولا بقرا برا؟ ما بقرا في الخرطوم ما قاعد. يعني لسه بتقرا ما جازفت بجاي الذهب بجاي. بشتغل في الاجازه. في الاجازه. جايبه كويس؟ جايبه. الجماعه ما بينضموا، ما برونا الموضوع شنو. لا جايبه. يخافوا نحن فيك مايكاتنا دايرين هيك عاوزوا في ذهب. ان شاء الله ربنا يزيدكم يديكم الصحه والعافيه. نتواصل معك ونتعرف عليك. محمد احمد الفك ادريس. محمد احمد مرحبا بك، من الربده هنا؟ من الربده. طيب ان احنا سعيدين نكون معكم في الربده، وسالنا بنقول يا اخواننا تمتد البطانه في 5 ولايات، في ولايه مخده المساحه الكبيره ومسميه محليه باسم البطانه، دي ولايه شنو؟ 5 ولايات. 5 ولايات، الخرطوم وكسلة والجزيره والقضارف ونهر النيل. الشايله مساحه اكبر من البطانه. شايله مساحه اكبر. حلفه الجديده. حلفه ما عندنا، حلفه ما ولايه. ما عندنا ما معي حلفه ولايه. نحن قلنا يا القضارف يا كسل، انت زي ماشي كده. القضارف. القضارف. القضارف بعيده منكم؟ والله يعني. طيب انتوا الذهب جنبكم بجاي، شغالين في الذهب ولا شغالين في الزراعه؟ شغالين في الذهب والزراعه. الذهب والزراعه. حقكم قديمكم ما بتخلوه، زي ما بقولوا ما عنده قديم ما عنده جديد، والجديد انتوا معاهم فيه. هالشباب ديل قدر ما سألتهم الذهب ماشي كيف، ما في زول نظم. يقول لك والله ما بطل الحمد لله ما. قلت بتجيبوا كم؟ قال لا الله يا أخوان الحمد لله، الله يسلمك الله يبارك فيك يا اخواننا. بيوزن كثير ولا اخر مره جبتوا 200؟ قالوا ولا البارح. قدر شنو؟ والله الحمد لله، الله يسلمك الله يبارك فيك. ابو جاوبوا لك كله فعصرته، انا ما اعرف الناس الكبار بوروني ولا مو بوروني. الذهب ده اصله كان في السنه الاولى والثانيه كويس، احسن كثير يعني. كويس. بدايه التنغيب. بدايه التنغيب كان احسن يعني. كويس. والسنه اللي فاتت كان احسن، لكن السنة دي شوية بسيط، ما زي السنة الفاتحة. ما زي المعونة، الناس تبدأ تأكل فوق وبيبدأ ينقص، وقدر من اللحوب يطلع ما زي الأول. الأرزات تقلت، الأرزات الفئة الذهب قلت يعني في مناطق معينة، هو ما كل اللحنة. لكن انتوا عارفينها، تقدروا تعرفوها. بيعرفوها. بعيب بعرفوها. نحن والله نتمنى لكم التوفيق. نحن سعيدين بلاقيناهم ديل يمثلوا ناس الربدة، ولازم نسمع لنا حاجة. نحن في البطانة دس ونسمع انقبط الشافع الصغير بيسمعك، نسمع شنو؟ يا بطانة القوة اللي أبوك سليب وعسايف مشابكك حطنا الضحي ونهارك هايف، عباد الشمال الجاب المزر من سايف تنتك من خدارك صبح النوق عايف. والله نحن سعيدين بالكلام الطيب. وبعدين أخوان أنا لاحظت في الربدة هنا في بنيان، في ناس بتعمر يعني، وشايف لطشات أسمنتي والأمور ماشية كويس. ودي ذات ذكرتني قصة لرباطابي، قالوا إنه حيطة دايرة لبياض، وبعدين مشى جاب الناس وقاولهم بكم هذول، والله نحن بناخذ كذي بناخذ مثلا 50 جنيه خلاص بيض الحيطه. مشى زول الناس شغالين في البياض، وشافوا البيت سمح والزول مرطب، انتوا من الحيطه طمعوا في الزياده.
هاي ما انتهيتوا انتهيتوا داري حاسين ونقنم منك والله يعني احنا ذاتوا قال لهم مالكم فين والله ذو الحيطة دي ذاتها تعبتنا تعب ذات والله انا ما قايل لنا كذي والله ان قايل لنا كذي والله ما بنجا لكن والله هذا قال لهم تعالوا ان تعبتكم كيف بتزوغ منكم حيطة دي ما هي الحيطة شفتها كيف فريتوا هل احنا سعيدين بهنا في الرفدة هنا يا اخوانا والله نتمنى يكون جوائزهم تكون ذهب لكن احنا العين بصيرة واليد قصيرة احنا سألنا عن انه البطانة يا اخوانا تمتد في 5 ولايات في السودان الخرطوم كسلة الجزيرة نهر النيل والقضارب قلنا في واحدة من الولايات شايلة المساحة الأكبر ومسمية محلية بالاسم ده هي ولاية القضارب أول زول قال الإجابة الصح بيكسب معانا جائزة أنت منو؟ إدريس أحمد محمد إدريس أحمد محمد صفقة لإدريس أخوانا صفقة لإدريس مبروك على إدريس جائزة مقدمة من قناة الشروق نمشي العربية شو سعيدين أخواننا نكون في قرية الربدة مع هنا الجبوراب ويكون فايز معانا أخونا إدريس في محطتنا دي سألنا عن الولاية الشايلة أكبر مساحة من البطانة ومسمية محلية باسمها هي ولاية القضارب بنبارك لإدريس الفاز معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق صفقة لإدريس يا أخوان صفقة حارة والله البوتجاز يشتغل في الدام يشتغل أنا ما عندي خبرة قدر ده لكن يساعدك بيساعدك إن شاء الله نفتح العربية بسم الله مرحبا بكم تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من المناطق المجاوره للسباق محطه جديده وسؤال جديد ونتابع معاكم مرحبا بكم ونحن سعيدين نتواصل معاكم في حلقتنا الليله في محطه خاصه من حي السلك بالسباق يا اخواننا ونحن سعيدين نلاقي هنا بيجاي استقبلونا بالحفاوه والترحاب نحن بنسال سؤال يا اخواننا واحد من اشهر زعماء الهمبته من اشهر زعماء الهمبته وإجادة للشعر المتعلق بأدب الهمبتة زول كان بيجيد الشعر بصورة جميلة خلاص وعرفوه بعداوه للإنجليز كان معاد الإنجليز زمان وعنده ألغاب كثيرة من ألغابه والدبزيت في لغب تاني أنا ما داري أقول لكم عشان الإجابة ما تكون واضحة شديد فأنا داري أعرفه ده منه من الشعر ده أول شيء نتعرف عليك أنت منه دلال بشير دلال بشير مرحب بك من السلكين لا من مشذرة قضارف مشذرة ما شاء الله جيت للذهب؟ لا جيت للزراعة؟ اي ولا جيت للبهار؟ للبهار للبهار طيب الشاعر ده منو؟ الشاعر ده من زعماء الهمبتة ما عرفت ترجى الخيارات؟ نرجى الخيارات ارجى الخيارات مرحبا بك اتفضل جاي اتعرف عليك عبد الإله مصطفى من عبد الله مرحبا بك الإجابة شنو؟ الله الله أعلم أنا من المنطقة نرجى خيارات نرجى خيارات نرجى خيارات نتعرف عليه ربيع أحمد محمد فضل من وين؟ من السباق طيب الشاعر ده منه؟ الشاعر ده بقوله الكبري أه؟ الكبري اللقب الكبري؟ أيوة اسمه الكبري؟ اسمه الكبري اللقب. طيب مرحب بك تعال جاه اسمه رحمة الله يبارك الله من السباق من السباق قلنا واحد من زعماء الهمبتة لقبه والدبزيت وشاعر من الناس اللي بيجيدوا شعر أدب الهمبتة ده منه؟ الله نرجى الخيارات درجة الخيارات طيب نتعرف عليك منو عبد العزيز محمد احمد عبد العزيز الشاعر ده منو الله يبارك ها نرجع خيارات بس الحليفه خلها بس قول لي ما اعرف ما اعرف والله مصدقك انا والله والله العظيم والله ما اعرف طيب ها نجي بيجاي نمشي بيجاي مرحبا بك نتعرف عليك يوسف احمد عثمان عكام الشاعر ده منو نرجع خيارات اخواننا اخواننا ناس يكون لي انكم نتعرف عليك ناجي عبد الله المهدي عارف الشاعر ده منو الله يلا نرجع الخيارات درجة الخيارات ياسين عبد الله محمد احمد حضر ياسين عبد الله محمد حضر من وين امراه وحلفه امراه وحلفه عارفه دمنه من شعراء انا قال المكنمير المكنمير البطاني ها وكل البطان لا مو حراني لا اتكلم غير شنو همباتي هاي من زعماء الهمبتة الهمباتة 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 طيب نتعرف عليك اهلا حبابا اسمك منو طه الضرير ها طه الضرير اسمي محمد صديق الحمدي محمد صديق آه. من وين من ابو دليك من ابو دليك الاجابه شنو الاجابه الهمباتي طه الضرير طه الضرير كده ناخذ اجابه لغايه الناس بدوا يرجوا وناس يرجوا الخيارات نتعرف عليك عبد الكريم التوم دقينا ها طه الضرير طه الضرير محمد علي
ناخذ الاجابه. ثاني عندك حاجه؟ لا بس تجيب عليه الاجابه نتعرف عليه. عبد الكريم التوم مصطفى. عبد الكريم من وين؟ القضارف. القضارف عارفه دمنه من زعماء الهمباتة. نرجع الخيارات. نرجع الخيارات اخواننا اللي بيقول برجع الخيارات ده عارفه ضيف. يمرق برا. هاي عمك قال لك يمرقوا برا. يخلوها براون هنا نتعرف عليه. محمد عمر محمد. محمد. الشاعر دمنه. بيتاي. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. من الله عبد الله. مرحب بك. الاجابه شنو؟ الاجابه شاعر ولا همباتي؟ من زعماء الهمباتة وجات شعر الهمبتة ذاته. ادب 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 الهمبتة كان شاعر من الناس اللي بيجوا غير والضحاوية وعنده الغاب كثيره منها والدبزيت. الشلهمة؟ ود الشلهمة؟ ود الشلهمة. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. عمران محمد عمران. عارف منه؟ شاعر. هي الخيارات. الخيارات نتعرف عليه. مدثر عبد الكريم حمد. مدثر مرحبا بك. الشاعر ده طه الضرير. طه الضرير. نتعرف عليك. محمد عبد المنعم حسن باكر. محمد. الشاعر ده منو؟ نرجى الخيارات. نرجى الخيارات. والله يا اخوان انا لما بقيت قايلوا ده اسم الشاعر ارجى الخيارات. هيدول اقول له منو؟ يقول ارجى الخيارات. انا قلت هذا الشاعر ذات ارجى الخيارات. نتعرف عليك. مرحبا. سليمان محمد عمران علي سليمان. مرحبا بك. من وين؟ من غريه العريض. العريض. عارفوا الشاعر ضمنه؟ ما بعرف. عمال همبات ما بعرفه. ما بتعرفه؟ إلا غناه حافظ الجاي عليه. زي شنو كده غناه؟ اللي ما قول طه الضرير قبال بيقولوا لي أهل الجمال طه الضرير انفك دور مرتع تيسى بقلايد انشكة. عليك طه الضرير. ده طه الضرير. طه الضرير. هاي. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. كده نسمع شنو من كلام البطانة أخوان؟ أقول يا برد فعالي وضغس الأمقال عجبي الحاج ورب العز راس مهلال عجبي مخلي النوم لعيوني محال عجبي السمح من غير مسوح دلال قل يا قمرية الفرع التمل أسير صبحت الليلة فايتك في الغلو والحيرة همك انت ما بي الحر يا مدقيف وهمنا نحن في البريد ونوصل كيف همنا نحن في القضع الكبد نظرات وهمنا نحن في اليخفي البدر وجناته همنا نحن في الطعمات تزيد زغمات وفرقها نار وليم ومحاز زي لبن الطيور بيزاته انت بتقلي حلي ألمك الحساب وعندك سرعة خف الريش سريعة أبرابه أنا المازيني يا ناس من مفره الداب وهو الخلاني كان برايا حكابه. أبشر أبشر بالخير أبشر بالخير. والله يا أخوانا زوركم دلحقوا زوركم دلحقوا زوركم تاني نسمع نسمع. أقول ليه يا أمية دون الحي عذبتيني ليه يا أمية لين أرجهن بدون سبب قلتيني الخلاني سهران الغميد ما بجيني حتى السقدة من حالي بتجد باكيني ليه يا أمية جافي علي دون أسباب أنا الخلاني صايم من نكل لشراب الخلاني أغفر للنجم حافظ الطلع والغاب أنا الخلاني سمح الطير بشوفه غراب. والله يا أخوانا والله ما قصر ما قصر والله لا ينجى قمري ينجى الزرزور ينجى هناي انه غراب غراب غراب. بعدين دي ذكرتني لا ذكرتني قصه قال واحد بعدين جاء وجيعان جاء في الخرطوم جيعان ودار له مطعم كذا بعدين شاف الناس يخشوا يمرقوا شايف الرغيف فسال له واحد قال له ده مطعم مطعم شنو ده؟ المطعم اسمه مطعم الطيور اسمه كذا يعني ما بسموا زي الناس يقولوا كافتيريا الشجر كافتيريا ما اسم سماه قال له ده مطعم الطيور حاجه مزح على الطيور ده دخل السلام عليكم قال عليكم السلام زولو وينه؟ قال لنا نص محشوي قمري قمري بس حتى هو زول يا اخواننا يطير شايفه غراب والله يا زول زول ده اخواننا متوك زول ده ان شاء الله يستعجلوا عليه بذهب كذا قال اللي قالوا جرامين ثلاثه برد العافيه. طيب يا اخواننا نحن سعيدين نزل من واحد من زعماء الهمباته والهمبته واجاد شعر الهمبته وقلنا يا اخواننا اشتهر بعداوه للانجليز وقلنا يا اخواننا عنده عده الغاب منها والدبزيت وقلنا اللقب الثاني كان قلناه الناس بيعرفوا الاجابه وقلنا من شعراء الهمبات ايضا المشهورين والضحاويه طيب والضحاويه قلنا دمنه واللقب الثاني هو الضرير ولما نقول الضرير معناه الاسم طوالي طه محمد احمد الضرير وعمنا انت منو؟ انا محمد صديق الحمدي. محمد صديق؟ صفقه حاره اللي عمل محمد صديق اخوانا مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشروق نمشي العربي نشوف جايش أما محمد صديق أخوانا الفائز معانا في محطتنا عن أشهر زعماء الهمباتة وإيجاد للشعر الشعر متعلق بأدب الهمبتة
وقلنا عاد الانجليز من الغاب والدبزيت والضرير هو طه محمد احمد ضرير. فزت معانا يا عمنا احمد صديق بخلاطه مقدمه من قناه الشروق. صفقه حاره يا اخوان صفقه. نفتح العربي بسم الله. صفقونا يا اخوان صفقونا. مرحبا بكم، بنحييكم من البطانه وحلقه خاصه في مناطق محليه البطانه، ونحن في منطقه ريرة يا اخوانا. محطه جديده وسؤال جديد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، نحن سعيدين نكون معاكم من ريرة يا اخواننا. نحن بالبطانه، وريرة دي اخواننا في الجغرافيا زمان. تذكروا في القول اللي التقيتوا بالصديقي، القول ده في الشماليه، وبعد ذاك جينا متوجهين ريرة لصديقنا محمد الغورش. صح، عندنا الناس اللي حضروا المنهج صح ولا؟ نعم. شفت ناس ظاهرين، ناس القدامى معاي حضروا المنهج القديم ده يا اخواننا. دي ريرة نحن نسمع بها في الجغرافيا، والحمد لله ربنا شوفنا لها. والشروق مرت من هنا ترى عودتنا، ماشي في اي بلد في اي مكان في اي شارع، وبقينا ما بنستبعد اي منطقه نكون سامعين بها سمع نمر فيها يوم من الايام. نحن سعيدين بهنا في البطانه يا اخوانا. انا بسال سؤال، عارف الاجابه يحتفظ بالاجابه عنده. طيب يا اخوانا، في مزدار بيقول رفاع الربة قافاها البليب طربان، وقلنا يا اخوانا رفاع سموها بالربة لانها بتتعدد فيها القبائل، فيها مجموعه من القبائل. ورفاع يا اخوانا فيها نظاره للشكريه ايضا، بالاضافه للنظاره حقتهم في القضارف. ونحن يا اخوان المزدار ده سموه مزدار القمري، دايرين نعرف المزدار ده شعره منو؟ اول شيء نبدا بيك انت. حسن عبد الله ابراهيم. حسن من وين؟ من البهوقي. طيب الشاعر بتاع المزدار ده مزدار القمري ده منو؟ حردلو. ها؟ حردلو. حردلو، ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق، نتعرف عليك. بلال عبد الله. بلال من وين؟ من السباق هنا. من السباق. نعم. الشاعر ده من؟ احمد عوض الكريم. احمد عوض الكريم. احمد عوض الكريم بسين. احمد عوض الكريم بسين، اجابه مختلفه، نتعرف عليه. حسن ماهر الله جابه. من وين؟ من ريره هنا. ريره. الشاعر ده منو؟ الشاعر هو احمد عوض الكريم ابو سين. احمد عوض الكريم ابو سين، ناخذ اجابه نتعرف عليه. الصديق احمد علي. الصديق من وين؟ من السباق. من السباق. الشاعر ده منو؟ احمد عوض الكريم. احمد عوض الكريم. طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق، نتعرف عليه. محمد البدوي. محمد ادريس. من وين احمد؟ من السباق. السباق. الشاعر ده احمد عوض الكريم. احمد عوض الكريم. ناخذ اجابه نتعرف عليك. احمد حمد. احمد حمد من وين؟ من ريره. من ريره. الشاعر ده احمد عوض الكريم ابراس. احمد عوض الكريم ابراس. ابراس. نعم. طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق، نتعرف عليك. النور عبده. منو؟ النور عبده. النور من وين؟ من السباق. السباق. الشاعر ده منو؟ احمد عوض الكريم. احمد عوض الكريم، نتعرف عليك. النعيم بخيت محمد حبيب. النعيم من وين؟ من السباق. السباق. الشاعر ده منو؟ احمد عوض الكريم ابو سين. احمد عوض الكريم ابو سين. ابو سين. ناخذ اجابه، قبل على الكاميرا هناك، نتعرف عليك. قاسم علي محمد فضل الله. قاسم من وين؟ من سعد وناب، من بطانه هنا. بطانه. الشاعر ده منو؟ قطعن هو احمد عوض الكريم ابو سين. ليه قطعن؟ يعني اذا قطعن دي عارف شيء من شعر ابو سين؟ تماما. تقول لنا شنو؟ قال شنو؟ الشيخ احمد عوض الكريم. والله قال رفاع الربة قافاها البليف طربان، وناطح منه ميزان ان عقلي مو خربان. تاني من شعر البطانة في شنو؟ والله كثير، يعني من شعر البطانة، من انا ذات شاعر قدام. شاعر نسمع منك انت ونحن، وقلت لك الناس دي الشافعي الصغير اللي قلته بقول لك شعر، والبتجر رساي تقول له قول لي اما مرك شاعر بمرق حافظ، نسمع من شعرك. طالما انه نحن في ريرة. نعم. ريرة دي هي العاصمة التاريخية لمنطقة البطانة. أيوة. هي العاصمة التاريخية لمنطقة البطانة، العاصمة التاريخية للقبيلة، كان فيها الخيل، كان بمربط الخيل العواتي زي ما قال له أحمد عوض الكريم. نعم. أنا بقول قلب الليلة بسهمة نعيمة معلق، ودايرة الشوفة اللي طبق المسمى محلك، طبق محلك هنا، ومريدا بزيد وين القياس ما غلق، ريرة سيتة يوم ضبت الخيول ما جلك. أبشر. وقلبي الليلة في جهة المبطر ريرة، روحي تهاتي بقلوطة وطبق بكتيرة، بلد المملكة الحاضرة وقبيلك سيرة نحن حماها، قل بين الزمن ما بضيرة،
بدور أبشرو بدور أتمسى في ريرة ورباب يدق وفارة معصبة في المكفى الشراه وشق بدور صدف الضحى الغنى الزخير تتبك حردوب يبقى شاهد لن قطع الرق. أبشر الله أبشر الله. قلت شنو في الشعر نسمع لنا حي ما بنشبعنا إحنا من الشعر والله يا أخوانا زي عدم شبعنا من الشيء في البطانة من الشعر ما بنشبع سبحان الله شيء وشعر بس شغالين شيء وشعر مين جينا نسمع شنو تاني أهلي اللي هون الحل في الجسد محكورة وأهلي اللي عندهم شينت العشير منكورة أهلي بروق الحارة تفور مع كورة أهلي ولا شكير عزة وصفات مشكورة أهلي الهيبة والسمتة شكار عزاز وأهلي بخلصوا المرقوب وليهم ملاز أهلي اليوم صدفهم فرطقوا الفولاز أهلي نالوا في سهام الشرف إعجاز أهلي العزة والشرف المعاه فعايل أهلي الهيبة والسمتة وبتركوا العايل أهلي بينحروا مزور والمنيحة شايل أهلي بفرتقوا العركة وبيعدلوا المايل خيول لولا شكير كم غدنا السكيل ونحن عبارنا فارق وبزيادة نكيل نحن سيوفنا ماخذات من نكير توكيل قبض الروع عليها وشاهد الله وكيل أبشر ومن سابغ الأزل ولا جاي في المجهول لقاوة تنسابنا خلته الزمان مسهول يوم العركة والدم البسيل مبهول راح فسيوفنا قناح تسحي وممهول ويا بطانت الصغير هن في المحاصات ساوي فيك حاضرين جبابرة وللزلف من ساوي وكتمهرك غلا ودمك مساه وكساوي فوق حد السيوف ما جبنا راس عساوي أبشر بالخير أبشر هذول جبنا ولا ما جبنا جابوا والله أنا ما نحاضروا لكن بقول جابوا أبشر بالخير أبشر بالخير طيب يا أخواننا نحن بيجاي برضو معانا يعني الفن أنواع والفن أشكال في البطانة نسمع حين شكل وندي لشكل أول شيء نتعرف عليك منه يوسف شكلوت بطانة الشكاري عزي وكل افتخاري بك يا بطانة الشكاري وبك يا بطانة الشكاري عزي كل افتخاري بك يا بطانة الشكاري وانت ياصيك موت كباري بمجدك رافق شعاري وفي الخريف والمزن ساري مطرا عز السواري بك يا بطانة الشكاري تاريخك زاد في انتشاري والنعم زادت في ازدهاري وتاي في حسنك وداري فيك أشباه الحواري بك يا بطانة الشكاري وسيلك سلك المجاري والأرض بتوب الخداري وغرد انشد يد قماري وخلط اصوات الجواري بك يا بطانة الشكاري طيب انا سعيدين نكون مع اهلنا في البطانه هي الثقافه هي الاصاله هي التاريخ وده التراث يا اخواننا ونحن سعيدين سالنا عن شاعر مزدار القمري قلنا هو الشاعر منه اول زول قال اجابة الصح بيكسب معانا الجائزة ونحن هنا تعال يا قلنا الشاعر منه احمد عوض الكريم ابو سين الشاعر يا اخواننا احمد عوض الكريم ابو سين اجابة صحيحة وانت منه بلال عبد الله فضل الله صفقة لي بلال يا اخواننا صفقة الله والله يا اخواننا لقينا مشكلة في البطانة في الصفقة الا اللي ذي فاضية ما ماسك ربابة ولا سيف بيصفق لنا هو لكن اللي عنده سيف اللي عنده ربابة اللي عنده عكاز ما عنده طريقة هنحن بنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق نمشي العربي نشوف الحركة بسم الله بنبارك لأخونا بلال الفايز معانا في محطتنا دي نحن في ريرة يا أخواننا ومزدار القمري للشاعر الكبير المعروف أحمد عوض الكريم أبسين بلال فاز معانا ببوتجاز مقدم من قناة الشروق صفقة لبلال يا أخوان هاي نفتح العربية بسم الله We'll be right back.
هذه متواصلين معاكم من منطقة ريرة، محطة جديدة وسؤال جديد. نحن في ريرة ذاتها، في ريرة بلد سياحية وجميلة في البطانة، ونحن في حفيرة الطبق اللي ورانا دي اخواننا اسمه الطبق. والله اخواننا انا تعبت معاكم، البطانة دي كبيرة شديد، وقدر ما اوريكم حاجة اتمنى انكم تحفظوها عشان نمشي للبعادة. نحن سعيدين بأهلنا ناس البطانة، بنسأل سؤال، سؤال سهل، العارف اللي جاب يحتفظ بها لحد ما تجي الميكروفون، اتفقنا؟ الشكرية ليه بيقولوا ليهم أبناء جعفر الطيار؟ ليشنو؟ قبيلة الشكرية ليه بيقولوا ليهم أبناء جعفر الطيار؟ ونبدأ بك أنت، أول شيء اسمك؟ اسمي محمد. محمد منو؟ محمد حامد. من وين؟ من بيلة. بيلة، عارف ليه الشكرية بيقولوا لهم أبناء جعفر الطيار؟ ما عارفها والله. ما عارف. ما عارفها والله. أنت منو؟ مدين عبد الله. من وين؟ بيلة. عارف ليه بيقولوا لنا ابناء جعفر الطيار؟ ما عارف. لا ترجع الخيارات كويس. نتعرف عليه. ابراهيم عبد الرسول. ابراهيم، عارف ليه بيقولوا لنا ابناء جعفر الطيار؟ الشكريه جدهم جعفر الطيار. جدهم؟ جدهم نعم جعفر الطيار. الحساب كذا من سلالتنا جدنا جعفر الطيار. جدهم مو جعفر الطيار ولا جدهم زولتان؟ جدهم جعفر الطيار. جعفر الطيار ده؟ نعم. طيب ناخذ اجابه، نتمناك التوفيق. نتعرف عليه. عبد الله حسن عاتي. عبد الله، بيتقال لهم ابناء جعفر الطيار بالنسبة لجدهم جعفر الطيار. جدهم جعفر الطيار. نتعرف عليك. احمد النيل عبد الله بشوك. من وين احمد النيل؟ من السباق. السباق، بيتقال لهم ابناء جعفر الطيار ليه؟ لانه جدهم جعفر الطيار. جدهم ذات جعفر. آه. طيب ناخذ الاجابة. نتعرف عليك. نور الدين سالم. نور الدين من وين؟ الفاو. طيب بيقولوا لابناء الشكرية ابناء جعفر الطيار ليه؟ جدهم. بس جدهم؟ طيب ناخذ الاجابة. نتعرف عليك. مرحبا، ازيك عبد الله احمد بشير. من وين؟ من البطانة. البطانة وين؟ من السباق. السباق، بيتقال لهم ابناء جعفر الطيار ليه؟ جدهم. بس جدهم جعفر الطيار. نعم. والله يا انت قايل كان غلط، ما بنديكم جائزة بسيوفكم دي. الواحد خوفه ساي بس يشيل يملص من الحفلة وينزل. تتعرف عليه؟ خير قاسي. من وين؟ من البطانة. البطانة هنا في السباق؟ هاي. طيب الشكرية بيقول لهم ابناء جعفر الطيار ليه؟ جدهم. جدهم؟ طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. عبد الغني في المولى. عبد الغني، بيقولوا له ابن جعفر الطيار ليه؟ انتم اللي جدهم. طيب مرحبا بكم، متواصلين معاكم، نتعرف عليه. الامين الصديق احمد الامين. من وين؟ ريره. من ريره. طيب الشكريه بيسمونه ابن جعفر الطيار ليه؟ جدهم. جدهم جعفر الطيار ده؟ نعم. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. كويس. منو؟ الحاج. الحاج منو؟ ادريس. ادريس منو؟ محمد. محمد منو؟ محمد محمد. محمد منو؟ دلجبه. ها؟ العجبة. العجبة ود منو؟ يوسف. يوسف ود منو؟ ود أحمد. أحمد ود منو؟ خراب ولا حاجة. انقطعت خلاص، لكن والله جريت السلبة. الله يحافظ حفظ. طيب الشكرية ذي اللي بيسمونها أبناء جعفر الطيار ليه؟ يقولوا جدهم. يقولوا جدهم جعفر الطيار. هاي. نتعرف عليه. خالد عباس النور. هاي والله أنت مشيت لي سريع ما بزعلك ثاني. من وين؟ المفاضح الإطمالي. طيب الشكرية بيقول لهم أبناء جعفر الطيار ليه؟ جدهم. جدهم. طيب انا سعيدين نتواصل معاكم في محطتنا دي من ريره. والبطانه يا اخواننا بلد ابداع وبلد فن وبلد تراث، وتكلمنا فيه طوال قدر ما نشتهي بنلقى والله من طرب ومن فن. نسمع يا تغون يعني؟ نسمع غزل ان شاء الله. غزل اخير لنا من التفلق ده، فلقنا كتلنا فجغنا والله يشبعنا فيها. نسمع في الغزل شويه ونشوف الغزل في البطانه. نسمع. الليل بيرجع فينا ماضي سحالو، صبح طرف ساير جسمي بعدين حالو، ولما هواك في جوانا خطر حالو، بقيت المرسلة قلبي الكتر ترحالو. سحب الجنوب بالله عرج مرة، وشايفك مرتاح قاصد بالإهدى الدرة. أحكي سلامي ليه مهور الدكينة مغرة، عدم النوم ولحم من عظامي تعرى. I'm
دبي من نار وحي 200 تحين علي انا من نار وحي صندل دبي من نار وحي 200 تحين علي انا من نار وحي يا جدي يا شروق من نار وحي يا جدي يا شروق من نار وحي وغيرك ما بروق يا رفيع زوق من نار وحي انا اجمل الخلوق انا من نار وحي طيب نحن سعيدين يا اخواننا نتواصل مع هنا في البطانه في منطقه ريره والفن الجميل الاصيل فن البطانه وتراث البطانه يا اخواننا الربابه والصقريه والدوبيت والشعر استمتعنا بهم كثير في المحطه دي يا اخواننا سالنا عن قبيله الشكريه قلنا ليه بيقولوا لنا ابناء جعفر الطيار ونحن دايرين اول زول قال اجابه الصح هيكسب معانا الجائزه وانت منو ابراهيم عبد الرسول ابراهيم عبد الرسول اجابته صحيحه يا اخواننا والزول قال اجابه صحيحه صفي قوليه يا اخوان مبروك لابراهيم نمشي العربي نشوف جايز ابراهيم طيب احنا سعيدين يا اخواننا باخونا ابراهيم عبد الرسول الفايز معنا في محطتنا عن قبيله الشكريه قلنا بسمونا ابناء جعفر الطيار وطبعا البطانه يا اخواننا فيها العديد من القبائل الموجوده شكريه موجوده في البطانه ونحن سالنا قلنا ليه بيقولوا لهم ابناء جعفر الطيار اللي نسبهم لجدهم جعفر الطيار وإجابة إجابة صحيحة فاز معانا بخلاط مقدم من غنى الشروق نصفق لي يا أخوان نفتح العربية بسم الله طيب مرحبا بكم سعيدين نتواصل في محطتنا معاكم في حلقتنا الليلة من المناطق المجاورة للسباق ومناطق البطانة عموما نحن في ريرة طابين المغام في ريرة والمغام طيب للناس من زمن التاريخ من زمن الجغرافيا زمان في رابع ابتدائي الناس جات ريرة نحن جينا ريرة كبار طابلين المغام أنا ماذا أقول بين يافطتين في ريرة يافطتين حساسات جدا جدا يا الشمالي بهنا نظارة أبو سين ديل الأحفاد الماسكين نظارة أبو سين وبهنا أحفاد الفن والإبداع أحفاد الحردلو أنا سعيد أول شيء نبدأ بالنظارة ونعرف المنطقة بتاعت ريرة وتاريخها ونتعرف عليك أول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم به العانة بدءا وتقطما وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا واسما ووصفا وبعد الكلام عن ريرة كلام ذو سجون وعن نظارة الشكرية وقبيلة الشكرية تلك القبيلة التي تترعرع وتمتد في بين نهر عطبرة والنيل الأزرق ومنطقة رفاعة الهوي لأبو دليق شمالا دي السهل الممتد بالنسبة لمنطقة البطانة والبطانة تمتد يعني تحت زعامة قبيلة الشكرية وقبيلة الشكرية هي تمتد في هذه المنطقة ومعها من عشرة من القبائل السودانية الأخرى طيب ريرة التاريخ قديم طبعا البداية والمبتدأ والعاصمة الأساسية لقبيلة الشكرية هي منطقة ريرة لأنها هي منطقة في قلب البطانة وزي ما شايفين أنتم من خلال جولتكم ريرة باعتبارها أنها هي المنطقة التاريخية بمعرفتها وبتاريخها وبأصولها وبحياتك المحتفظ بها كل السودانيين وبيعترفوا بها وبيعرفوها تماما من خلال الدوبيت وأشعار الحردلو وغني عن التعريف وبالإضافة لقبيلة الشكرية وتلك القبيلة التي امتد تاريخها على مر العصور في داخل السودان وقبيلة الشكرية تحت زعامة أحمد بك أبو سين حتى الآن ناظرها الآن هو عوض الكريم محمد حمد أبو سين هو ناظر قبيلة الشكرية الآن ناظر عموم قبيلة ناظرت عموم قبيلة الشكرية نعم طيب بس دوركم شنو انتم في ريرة يعني الشيء اللي بتمثلوه
حالنزاعات شورى للناس يعني يعني ال 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 شو بتقدموا شنو؟ الآن في قبيلة الشكرية طبعاً تماماً إنه حسب تاريخ السودان عامة إنه يعتمد على 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 الجوديات وحل النزاعات، وبطبيعة قبيلة الشكرية إنها هي بتلم حولها مجموعة من القبائل، حتى إنها هي في مسمى إنها هي قبيلة الشكرية لكن سميها مو قبيلة الشكرية بإضافة لكل القبائل الموجودة حولها ويسكنون في البطانة، ومن خلال وجودهم في البطانة حافظوا تماما على كل الموروثات السودانية بضم كل القبائل، يعني حتى كل القبائل ما كان عندهم أي إشكالية، أو ما بحصوص حتى إنه بعض القبائل الثانية بيقولوا شكرية وهم بينتمون إلى قبائل ثانية، ده طبعا لطبيعة الشكرية وتسامحهم وتواددهم مع القبائل الأخرى. اتساع الرقعة الموجودين فيها هم ذات اتساع الرقعة. طيب أنا إذا بتذكر لو بتزعفك الذاكرة في وثيقة يعني مضوا فيها كل ملوك السودان أيام السلطنة الزرقاء، وأنا داير تاريخها بالهجري، بالتاريخ الهجري، إنك يعني الوثيقة دي وقعوا فيها كل ملوك السودان آنذاك بتنسب حقيتهم في أرض البطانة بالنسبة للشكرية. كانت سنة كم هجري؟ عام 1206. 1206 هو ده التاريخ الأساسي لهذه الوثيقة. ونحكي لكم بنبذة بسيطة عن هذه الوثيقة، وهي موجودة في دار الوثائق لكل مطلع عليها لكي يعرف الشيء الأساسي بالنسبة للسودانيين وتوحيد كل القبائل. يعني في الفترة ديك يعني كانت كل القبائل السودانية في شقاق مع بعضها، لكن توحدت كلها تحت راية قبيلة الشكرية. وفي فترة التركية، وكان أحمد بك أبو سين أول مدير عام سوداني فيما بعد، يعني بعد الوثيقة امتدادا لهذه الوثيقة. وده بالنسبة لأنه الشكرية بطبعهم إنهم وحدويين والناس كلهم يكونوا في قلب مع قبيلة الشكرية، والارتباطهم مع بعض القبائل في شكل وحدة كاملة. طيب ربنا يديك الصحة والعافية، ونحن بجاي برضو يعني إرث فني كبير نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أحمد عبد الله الحردلو أبو سين، من مواليد البطانة نشأة وميلادا وتعليما وعمل. طيب الامتداد الحردلو تاريخ في 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 الشعر في 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 تاريخ البطانة أخذت منه شنو؟ والله طبعا نحن كالمرآة نعكس يعني ما قاله الحردلو في كل المحافل، إن كانت إقليمية أو دولية أو محلية، بنعكس ما قاله الحردلو بصدق بدون زيادة أو بدون نقصان أو بدون نعمل عليها تلفيق عشان نقول بأنه الرأي ده مخالف أو كده، لا، بس نفس الشعر اللي قاله نحن بنقوله كما هو. طيب نسمع شنو من الحردلو قبل ما نمشي على زولتان؟ تسمع أي حاجة. الحردلو قال: أصلها من بشم مردأ من الغسان، ونوناي كتير يدعى على الغزلان، سراق المطيرك فيه نوع رسيان، ومو سراق حمار اللي اسمه أخوك حسان. برضو الحردلو طبعا تداخل معه بعض الشعراء وقالوا شعرا كثيرا، لكن أنا بستحضر منه أخونا حسن التوم اللي بيقول: ماني قايل الزمان من البريد يفرق، يخد بيناتنا بحرا من حجرته يغرق، عاشق بالسنين نيران وفيه بيتحرق، يبرنا على شدايدا منه مدرك. أبشر بخير، أبشر بخير. وكثير الحردلو قال: لا تسعف الوقت ولا الزمن، بأنه يقول لأنه لو قلنا عن الحردلو يومين وثلاثة وعشر ودهور وسنين ما بنسمع الأشياء اللي ممكن نقولها. طيب وثيقة الشكرية كانت في عام كم هجرية؟ الوثيقة اللي أثبتت حقيقتهم في البطانة. وثيقة الشكرية كانت في 1206، والآن موجودة 1206 والآن موجودة في دار الوثائق. والناس كلها زي ما قال أخونا الشيخ يوسف بأن كل الناس ممكن تطلع عليها عشان تشوف أحقية الشكرية في أرض البطانة، من السهل الممتد إلى من النيل الأزرق شرقا إلى نهر عبرة، من النيل الأزرق غربا إلى نهر عبرة شرقا.
الله يديك العافية. طيب نتعرف عليك. حمد النيل عبد الله فضل الله. حمد النيل مرحب بك. نحن سعيدين نتلاقى معاكم هنا في ريرة. سؤالنا الوثيقة التاريخية اللي بتثبت يعني أحقية أهل الشكرية بالبطانة كانت سنة كم هجري؟ 1206 ميلادية. 1206. طيب ناخذ اجابه. طيب احنا برضو عندنا مزدار, وفي ادب البطانه وفي ثقافه البطانه تراث البطانه مزدار الموتر. مزدار الموتر ده قصته شنو؟ الموتر اصلا هو هديه للفنان الكبير جلال ادريس, اهداه له واحد من اخواننا راسم شدره ابو مجاهد, انا احييه. ونحن كنا ثلاثه شعراء, شخص الضعيف والشاعر بابكر محمد عوض الكريم والشاعر بيتاي بدوي الضو. الموتر اتناولناه من القضارف وصولا للصباغ ووصولا الى حلفة الجديدة. والمزدار معروف يعني من محطة الى محطة. نعم. فنحن الموتر ده عملناه في شكل جمل وراكب عليه جلال وبيتحدث عن نفسه. فبيقول لين اسبوع تمام قاعدين فيه طردونا عند أولاد فراشا حاشا ما ملونا. علي ما قالوا صايعة حلة ملعونة بكرة عليها يا الممتاز بتطوي البونة في الصينية والنقطة مجيوش وعساكر للتأشيرة والصفارة فات مو فاكر خسارتي عليك يا تيس الروين الماكر ما فيش فايدة كان ما يروق زهن العاكر ومن قدره في سعد خطر السزوكي مسفل وحويته البغيم الليل وصبحه بنفل على قصور الحشيم النجم ما هو مقفل نخش الليل قبال الحرس ما يقفل دوك بخنجر المشهود علامة ظاهرة فات وطحي ومتوهد صقيح تنقاهرة كان المولى هول للعيون السهرة مبيتنا الليل عين ستة السماح الباهرة عقب كم المزارع وجاك أخور بسن أسرح فوتي يا سكران شراب الجن جلس انزارك الكل ثانية قلنا برين ما بتاحتني ما بعطف عليك وحين قلعة العديد جيت بدور طالع تهدم في شقوق التيه وصدرك دالع مبروم الحشل فوق الندايد شالع نخش الليلة كان ما يبقى فيه صوت طالع عقب وادب قنافذ عند المطارق هدن تميت زيت ولقيت فنج الوقود انسدن حالا جيب مفاتيح في الرباط بتحدن دقايق عطله في تاخير الوقت ما نعدن والاحلي في الافق شدر بجراد العالي وزادني الشوق على السمح لهيجن حالي من عين الحسود يا رب العزه تتولالي حاسد النعمه ما يبهدني بشتي الحالي قلعه البروس العلم مفرق درب تنبول جاهن السوزوكي يتمرصح تقول مخبول الفي مشيه بيتخنتل تقول مجبول متى ما اوصل دياره بكون مقبول وصل صد السباغ المقابل الحامية وناول وصل ستريتم طبيعة تنسامية يا الله ويا الرسول البتر والعطاش الزامية نوصل داره بدري ونشفي الجروح الدامية. طيب نحن سعيدين بالموتر وسعيدين يعني في سؤالنا ده نسأل عن الوثيقة يا أخواننا, والإجابة الصحيحة هي 1206 هجرية. الاسم بالكامل من لهم؟ يوسف محمد يوسف أبو سن. يوسف محمد يوسف أبو سن إجابته صحيحة. صفقة يا أخواننا, صفقة حارة. مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة الشروق. نمشي العربية نشوف الجائزة. نحن بنبارك لأخونا يوسف محمد يوسف أبسن وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ونحن أخواننا مع عمد الشكرية مع أهل البطانة أهل الأرض أهل الضرع والزرع, ونحن سعيدين به في محطتنا دي يفوز معانا بجائزة مقدمة من قناة الشروق. والله إن جاء والدك أدينا له على البلد أخواننا نحن ناس ضيوف ودارين السترة والناس دي الشعير ونخوف خليك الأمن وما شفنا الله لا جابنا في الجد ان شاء الله نجي ضيوف بس. فاز معانا بالتلفزيون مقدم من قناه الشروق. نصفق لي يا اخوان صفقه حار. نفتح العربيه نشوف الجايز باسمي. شكرا لهنا في الربده, شكرا لهنا في السباق, شكرا لهنا في ريره, شكرا لعموم هنا في البطانه اللي قابلونا بالحفاوه والترحاب والاستقبال الحار. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا بحلقاتنا المقدمه من البطانة. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته. بقول لكم دمتم في أمان الله.